بون السلام عليكم. هذه التكمله تاع الدرس راح نعرف الطريقه تاع الحساب تاع لا بريسيون ارتيريال. اول حاجه الجهاز اللي نستعملوه هو سفاجمو مانومتر اللي قلنا اكتشفوه سنه 1902. اسمه بلا ما نديرو انستيزي للعبد ونديرو بلاي ونديرو كامل نحسب الطريقه والانسان واعي الانسان قاعد يشوف. اسمه هذا هو سفاجمو مانومتر. اول حاجه نعرف الاجزاء تاع الجهاز تاعنا. هذا اسمه البراسار، هذا هو اللي حنحطوه على اليد ونسيريو بها باش نكرازيو لاختار براكيال. هذه سيتي بوم، هذه نعدلو بها نركلو بها لا بريسيون ارتيريال نزيدو ولا نقصو، وهذا نشوفو به لا بريسيون تاعنا. ونستعملو ثاني ستيتوسكوب. اول حاجه الباسيون تاعنا لازم يكون كما راكم تشوفو راهو متكي، سما لازم يكون في يكون راحه سما باش البريسيون ارتيريال نجيبو هذيك هي صحيحه. الحاجه الثانيه اول حاجه ركبوها هي البراسار تاعنا، رانا نشوفو هنا يركبو البراسار، سمي براسار باسكو نركبو في البرا هنايا باش نكرازيو لاختير براكيال. سما هكذا نركبو البراسار للباسيون كما هكذا ونسيريو البراسار تاعنا لهنا باش نكرازيو لاختير براكيال تاعو كما هكذا. دركا موراها نزيدو لا بريسيون ارتيريال. وين نزيدوها؟ هنايا كما رانا نشوفو لهنا لا بريسيون ارتيريال كما هنايا رانا نشوفو. هذا راه مؤشر فيه بالنسبه لي بريسيون. حنايا وين نطلعوها؟ حنايا نسيريو هذا الفيس تاع البوم باش نقدروا نضغطوا ونطلعوا لا بريسيون ارتيريال حتى 26 حتى 24 باش نضمنوا باللي راه البريسيون ارتيريال راهي تفوت لا بريسيون ارتيريال سيستوليك اللي هي كبيره. كما هنايا راكم تشوفوا رانا نبداو نسيريو، رانا نبداو نسيريو ونوصلوا حتى 24 ولا حتى 26 هنا باسكو اليد تاعو صغيره عليها صارت هكذا البلاصه هكذا ونسيريو. مراها واش نديرو؟ كون نحطو ستيتوميتر تاعنا كيما راكم تشوفو لهنا، نحطو الستيتو هنايا لاختير براكيال هنايا ما نسمعو والو. علاه ما نسمعو والو؟ باسكو لو صون واش قاعد يفوت هكذا. من بعد دوكا نحطو، رانا حطينا ستيتوميتر تاعنا هنايا ما تحطش باسكو الذراع تاعو صغيرة. نحطو ستيتوميتر تاعنا ونبداو نرفعو البريسيون. بون كيما قلنا البريسيون راه طلعناها حتى 24 25 26 بعدا نبداو نهبطو. نبداو نهبطو ما نسمعو والو ما نسمعو والو ما نسمعو والو حتى الاول دقة. اول دقة هي الدقة الكبيرة خلاص، هي لا بريسيون ارتيريال سيستوليك. مرة نهبطو لهنا هان هنا راني في الدوز راني قاعد نسمع في اول دقة هي سيستوليك بريسيون ارتيريال سيستوليك تاعو. من بعد نبقاو نهبطو راني قاعد نبقى نسمع. ها نبداو نهبطو تدريجيا برك باش نلقاو الدياستوليك. ثاني وصلت لسات، وصلت لسات سبعة هي القيمة اللي ما عدتش نسمع فيها، هذيك هي البريسيون ارتيريال دياستوليك. دركا مور سبعة على عندنا ما نسمعوش لو سون، باسكو لو سون يولي يكولي بطريقة تسمى يولي الدم تاعنا ما يديرش الحس. كما راكم تشوفوا الدرس تاع البيوفيزيك تلقاو لي كولمون تاع السون، سما لي كولمون تاع السون تولي كالم باسكو راهو قل من 70 سما ما نسمعوهاش. هنايا من بعد نرخفوا البوم تاعنا هكذا ورانا خلصنا. كما البريسيون ارتيريال عنده لقيناها 12 7 باسكو هو صغير. البريسيون ارتيريال ما بين 12 8 12 7 راهي مليحه، بصح كون يكون الباسيون كبير قال حتى نقولوا 15 16 الدياستوليك نلقاوها 7 هذا نقولوا نورمال. تسمى البريسيون سو فاري افيك لاج وشكرا.